بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث، تمويل برامج الصحة العامة، مقدمة من الدكتورة نبيها محمود. هنتكلم عن تكلفة الخدمات الصحية. هنقول تكلفة الخدمات الصحية دي تعتبر من القضايا الصحية اللي بتتطلب من الدولة ان هي تتدخل بسرعة وبشكل سريع وبشكل مستمر. طيب، في بعض الدول بتحاول ان هي تزود الميزانيات الموجهة للخدمات الصحية. طيب، ان الانخفاض بقى في الانفاق العام على الخدمات الصحية ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى تدني الخدمة الصحية. يعني لو ما فيش انفاق كويس على هذه الخدمة هتكون هذه الخدمة ايه؟ متدنية. طيب، قالك ان هناك تطور علمي سريع في كافة العلوم الصحية، وان التغير دوت ترتب عليه ان في زيادة في التكاليف الايه هذه الخدمة، وان توفير التمويل المطلوب ليها هو من اهم ابراز تلك ايه التغيرات. ومنها ما يلي: اول حاجة نتيجة التطور التكنولوجي. تطور التكنولوجي في القطاع الصحي ده ترتب عليه ان في زيادة معدلات الطلب على الاجهزة الطبية، عايزين اجهزة طبية والابحاث، وان احنا نستخدم الامصال الجديده زي مثلا H1N1، زي مثلا مصل اللي هو الخاص بالانفلونزا الخنازير. طيب، برضو قلنا نتيجه التطور التكنولوجي دوت ادى الى ايه؟ ادى الى زياده معدلات العاملين او الفنيين. طيب، بعد كده في الاجهزه دي مش عايزه صيانه، عايزه صيانه، وزياده نسبه العاملين وزياده عدد الاطباء والباحثين. نمرة 2، زيادة نسبة العاملين في القطاع الصحي من مهنيين وعمال، ان زاد هذه العمال بنسبة 10% من مجموع القوة العاملة على مستوى ال طيب، نمرة 3، ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية، ان اصبح في دلوقتي نتيجة هذا التطور في المجال الصحي في عمليات اخرى زي زرع الكبد. زرع الكبد ده طبعا يبقى صعب جدا ان هي المؤسسة او من الشخص ان هو يقدر ان هو يدفع تكلفته لوحده، فبدأ بعد كده بيبقى دور الدولة ان هي بتشارك في تقديم هذه ايه التكلفة لايه، من اجل تقديم الخدمة الصحية للمريض. طيب، رابع حاجة قلنا ايه؟ الزيادة الوعي الصحي، ان لما ازداد الوعي الصحي ده بيسموه اللي هو الطب الدفاعي، وان هو بيلقي المسؤوليه القانونيه على الطبيب ومساءلته عند حدوث اي قصور او اي خطا في المريض. ده بيترتب عليه ايه؟ بيترتب عليه ان بيبدا بعد كده المريض اللي هو بيعمل فحوصات واشاعات جديده. معنى كده ايه؟ في تكاليف بدات ان هي تزيد. نمرة 5، زياده الحروب والهجمات العسكريه من قبل الدول على بعضها البعض. طبعا بتبدأ الناس تستخدم الاساليب اللي هي ايه الحديثه في عمليه التدمير، وده ادى الى زياده الطلب على الخدمات الطبيه والعلاجيه وزياده الابحاث الطبيه عشان نقدر نواجه بيها الايه الاصابات الحروب، وطبعا الامراض الناتجه من استخدام الايه الاسلحه النوويه او الاسلحه الكيميائيه. دي ادى كل ذلك ادى الى ارتفاع تكلفه الخدمة الصحية. هنتكلم عن تاني نقطة اللي هي مصادر تمويل برامج الصحة العامة. في عدة مصادر للخدمات الصحية، وهي أول حاجة الإنفاق الحكومي. طبعا الحكومة هي المفروض إن هي المصدر الأول اللي بتقدم الإنفاق على الخدمات الصحية. دورها إن هي بتعمل إيه؟ دور ان توفر الخدمات الصحية العامة زي الخدمات الوقائية للأفراد من الأمراض الوبائية، وان هي بتوفر مياه شرب نظيفة في عملية التنقية، فده طبعا هي بتقوم بيه، بتقدم العلاج لغير القادرين. كل ذلك بيؤدي الى ايه؟ ان ترتفع ميزانية الصحية من وقت الى اخر. طيب، قلنا بقى ايه؟ ان الحكومة بتقوم ما يتم تحصيله من الضرائب على الانفاق من جزء من هذه الضرائب في المجال الصحي. هنقول ان الجدير بالذكر ان الدول الاوروبية بتفرض الضريبة اسمها الضريبة على الكحوليات، وتتبه ليه؟ لان ما اصلح من افسد شيء فعليه اصلاحه. طبعا نتيجة استخدام الكحوليات والتبخ والتدخين كل ده بيبدأ يلوث البيئة،
تبدأ بعد كده الحكومة تفرض ضرائب معينة بتؤخذ على ايه الملوثين لهذه البيئة، وتبدأ تعالج بيهم الناس اللي مرضت نتيجة هذا التلوث. فإذا الدول الأوروبية بتفرض الضريبة على الكحول والتبغ، ايه بقى المزايا العينية المقدمة من الشركات ومؤسسات الأعمال للموظفين؟ يعني ايه الكلام ده؟ ان بتقوم بعض الشركات بتقديم مزايا عينية للعاملين لديهم، ان هي بتقدم لهم خدمة صحية من خلال مستشفيات خاصة بيهم، وبعد كده كنوع من انواع الدعم للموظفين، وان هي بتشجعهم على ان هم يشتغلوا في هذه المؤسسة. وطبعا هذه التكلفة بتخصم جزء من الوعاء الضريبي، تمام، لهذه الشركات، ان بيبدأ يتخصم من الموظف جزء معين كل شهر او كل سنة حسب اللائحة الصحية اللي موجودة في كل منظمة. وبعد كده بيبدأ الشركة دي بتقدم كنوع من انواع المزايا للعاملين بيها. بعد كده تالت حاجة الرسوم التي يدفعها المنتفعين بالخدمات الصحية. لما بنيجي نروح نزور اي حد في المستشفى بيدفع رسوم معينة، ده بتبقى ايه هذه الرسوم بتبقى نتيجة بتعدي يعني الرسوم دي بالخدمات الصحية المصدر للتمويل.